أبنائي طلبة الصف السابع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا شرح الوحدة السابعة، وحدة القصور والعمليات عليها، ونتناول بند 7.3 التحويل بين القصور الاعتيادية والقصور العشرية صفحة 26. بداية أوجد ناتج 2 ضرب 5. طبعا عارفين 2 ضرب 5 بيساوي كام؟ بيساوي 10. 10 ضرب 10 تمام 100. 4 ضرب 25 تمام، يعني هتجمع ال 25 على نفسها 4 مرات هيعطيك كام؟ هيعطيك 100. 8 ضرب 125 تمام 1000. لازم نحفظ دول يا شباب، هنحتاجهم في درسنا النهارده. نشاط صفحة 26 بيقول مثل 3 على 5 على شبكة العشرة. لاحظ معايا شبكة العشرة عندي بتكون من 10 أجزاء متطابقة تمام، فأنا كل 5 أجزاء حظلل منهم 3، لأن عايز أظلل 3 على 5، يبقى كل من الخمسة الأولين حظلل 3 والخمسة التانيين حظلل منهم 3 بهذه الصورة. أدي 1 2 3 كده من الخمسة الأول، والخمسة التانيين هظلل 3، 1 2 3، أصبح المظلل عندي 6. 6 من أصل كام؟ من أصل 10، يبقى 6 على 10 اللي هي بتساوي 6 أجزاء من 10. طيب يعني 6 على 10 اللي هي 6 أجزاء من 10، وطالما الكاس العدد اللي في البسط مقسوم على 10 تكتب نفس العدد وتخلي الفاصلة بعد رقم 1. طالب مني أيضا مثل 3 أرباع على شبكة المئة. شبكة المئة عشان أمثل 3 أرباع هقسمها إلى 4 أجزاء بهذه الصورة. قسمتها إلى 4 أجزاء، أنا هظلل كام؟ 3 أرباع، يبقى هظلل 3 من أصل الأربعة دول، أدي 1 2 3، فأصبح عندي 3 أرباع يمثلون كام؟ هيمثلوا 75 من أصل 100 مربع. شبكة المئة فيها 100 مربع طبعا، طبعا المظلل هنا 75، يبقى إذا هكتبها إزاي في الصورة العشرية؟ هكتب ال 75 وبعدين أضع فاصلة عشرية بهذه الصورة، تبقى 75 جزء من 100. الكسور الاعتيادية والكسور العشرية صورتان مختلفتان لنفس الكسر ليه؟ لكتابة بعض الأعداد المحصورة بين الأعداد الكلية. مثلا عندك الاتنين، العدد 2 والعدد 3، هل في أعداد محصورة بينهم؟ طبعا في أعداد غير منتهية محصورة بينهم، زي مثلا لما أقول 2 صحيح وخمسة أجزاء من 10، أو أقول 2.5، أو 2.6 من 10، أو 2.3 أرباع، أو 2.5، أو 2.7/8، وهكذا. ففي أعداد أو كسور غير منتهية تمام تقع بين إيه؟ بين عددين صحيحين. يبقى أي عددين صحيحين هتلاقي بينهم أعداد غير منتهية. تدرب 1، اكتب في الصورة العشرية. عايز اكتب في الصورة العشرية 1/2. ازاي اكتب النص في صورة عشرية؟ عشان تحول اي كسر اعتيادي الى صورة عشرية، فكر الاول ان تخلي المقام من قوى العدد 10. انا عندي هنا الاتنين اقدر اخليها 10، ازاي؟ هضربها في 5، يبقى هضرب البسط والمقام في 5، يبقى معايا 2 ضرب 5 هيعطيني 10، 1 ضرب 5 هيعطيني 5، يبقى إذا الناتج هيساوي 5 على 10، يعني 5 أجزاء من 10. لما تلاقي المقام عندك 10 يبقى الفاصلة تكون بعد رقم 1، هتنزل الخمسة اللي في البسط كما هي الأول، وبعدين نحط فاصلة عشرية وحط صفر مكان الصحيح. ب 3 على 25، طب احنا متفقين ان 25 اقدر اخليها 100 لو ضربتها في كام؟ لو ضربتها في 4، فهضرب ال 25 في 4 واضرب ال 3 في 4، 3 ضرب 4 هيعطيني 12، طب 25 ضرب 4 100، فاصبحت 12 على 100، هنزل 12 اللي موجوده في البسط، وبعدين هخلي الفاصله بعد رقمين لان هنا المقام 100، ال 100 لاحظ صفرين اهو فيها، فخلي الفاصله بعد رقمين، فهتعد
2 ودي 1 يبقى كده رقمين، وبعدين فاصلة على يسارهم بعدين صفر. رقم 2 اكتب كل من الكسور العشرية التالية في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. طبعا هي مديني كسر عشري 75 جزء من 100 عايزه في صورة كسر اعتيادي. فأول شيء أحط شرطة كسر وحكتب ال 75 في البسط وال 100 في المقام. ادي 75 فوق وحطيت 100 في المقام. ليه حطيت 100 ما حطيتش 10 ولا 1000؟ لان الفاصلة العشرية هنا بعد رقمين. الفاصلة العشرية بعد كام؟ رقمين. فحط صفرين وبعدين وراهم هنا واحد فيبقى 100. دايما لو جيت الفاصلة العشرية بعد رقمين يعني دي تعتبر جزء من 100. لو رقم واحد يبقى جزء من 10، ثلاث ارقام جزء من 1000 وهكذا. نيجي لباء. طيب قبل ما اوصل لباء انا كتبت 75 على 100. ديت كتبتها في صورة كسر اعتيادي، لكن في طلب مني طلب تاني. ايه هو؟ في ابسط صورة. في ابسط صورة. فلازم ابسط ال 75 على ال 100. هلاقي ال 75 على 100، ال 100 تقبل قسمة على ال 25 وال 75 تقبل قسمة على ال 25. لأن العامل المشترك الأكبر بينهم هو ال 25. 75 لما أقسمها على 25 هلاقي فيها الثلاثة. ال 100 تقسيم 25 فيها الأربعة. يعطيني الناتج 3 على 4. ب 13 جزء من 1000، يبقى هنكتبها 13 على كام؟ على 1000. 13 على 1000. لاحظ كتبت ال 13 كلها وبعدين الفاصلة بعد 3 أرقام فحطيت تحت 1 وقدامه 3 أصفار يعني 1000. وال 13 وال 1000 العامل المشترك الأكبر بينهم هو الواحد، لذلك 13 على 1000 في أبسط صورة. عندي مثال في صفحة 27 بيقول ضع 3 على 8 في صورة كسر عشري. في عندي طريقتين، الطريقة الأولى طريقة القسمة المطولة، أنا هقسم 3 على 8، أحط المقسوم هنا والمقسوم عليه هنا. طيب الثلاثة أصغر من 8، هضع أول شيء فوق صفر وبعدين هحط فاصلة عشرية على يمين الثلاثة وأحط فاصلة عشرية فين؟ في الناتج فوق وأزود أصفار عادي على يمين الثلاثة. هيصبح معايا هنا 30. تمام؟ 30 تقسيم 8 هقول فيها الثلاثة، يعني 3 في 8 ب 24، احط ال 24 تحت. هبدا اطرح 30 ناقص 24 الناتج 6. هبدا اقسم ال 6، الاقي 6 اصغر من 8 هنزل صفر. يبقى 60، 60 تقسيم 8 هيبقى معايا 7، والباقي كام؟ هضرب 7 في 8 في 56، يبقى الباقي هيكون معايا 4. يعني 60 ناقص 56 4. هبدأ أزود صفر تاني، هنزل صفر لأن القسمة ما انتهتش معايا هنا. أصبح معايا 40، 40 تقسيم 8 فيها 5، لأن 5 ضرب 8 40. هطرح يعطينا أصفار. تمام؟ يبقى الناتج القسمة كام؟ 375 جزء من 1000. ناتج القسمة هو 375 جزء من 1000. لاحظ هنا القسمة هنا منتهية، كسر العشر هنا، لاحظ الآخر مفيش باقي أهو أصفار. يبقى عندي 3 على 8 بيساوي 375 جزء من 1000. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، إحنا متفقين إن أقدر أخلي الـ 8 من قوى العدد 10، يعني أقدر أخليها أنا كام؟ أقدر أخليها 1000، لأن 8 ضرب 125 هيعطيني 1000، فهضرب الـ 3 في 125. تمام؟ 3 ضرب 125 هيعطيني 375، و 8 ضرب 125 هيعطيني 1000. ف 375 تقسيم 1000 يبقى 375 جزء من 1000. في عندي مثال آخر في صفحة 27 بيقول لي اكتب 4 على 11 في صورة كسر عشري. هنبدأ أقسم الأربعة على مين؟ على ال 11. الأربعة أصغر من 11، هضع فوق صفر وأحط فاصلة عشرية وأبدأ أزود أصفار، يبقى معايا 40. 40 تقسيم 11 فيها الكام؟ هلاقي فيها الثلاثة أقرب ليها، 3 في 11 ب 33. هبدأ أطرح 40 ناقص 33 فيها السبعة. طبعا السبعة أصغر من 11، هبدأ أنزل أنا هبدأ عملية تنزيل، هنزل صفر يبقى 70.
70 تقسيم 11، طبعا ما فيش في جدول 11 70، هنزل هاخد 6 في 11 ب 66، هبدأ أطرح 70 ناقص 66 هيعطيني 4، هبدأ أنزل صفر هيبقى 40، 40 تقسيم 11 الأقرب هيبقى 3 لأن 3 في 11 ب 33، هبدأ أطرح الناتج هيطلع معايا هنا 7 الباقي. طب هعمل إيه دلوقتي؟ 40 ناقص 33 7، هبدأ أنزل صفر. لاحظوا معايا هنا في الخطوة اللي كانت فوق هنا طلع معايا كام؟ لما طرحت 40 ناقص 33 كان 7، وبعدين قسمت طلع لي إيه؟ طلع لي هنا فوق 6، بعدين قسمت تاني وهكذا طلع معايا 3، بعدين هيطلع هنا 6، بعدين يطلع معايا 3، يطلع 6 3 وهكذا. هلاقي ال 3 6 36 دي متكررة معايا فوق في النواتج، يعني في نمط متكرر. ايه النمط المعين؟ متكرر معايا 36 36 36 36 36. فالكسر العشري ده بيسموه كسر عشري دوري، كسر عشري دوري. بيتكتب ازاي؟ اقدر اكتبه اخد اكتب 36 تمام، وضع فوقيها شرطة ايه؟ شرطة خط يعني كعلامة ان الكسر العشري ده دوري، واحط الفاصلة العشرية والصفر، يبقى المتكرر معايا بس مين؟ ال 36. يبقى 4 على 11 تساوي 36 جزء من 100 دوري، تقرأ بهذه الصورة. يبقى القسمة هنا لاحظوا ان هي غير منتهية، والناتج هنا دوري، كسر عشري ايه؟ دوري. تدرب 2 صفحة 27 بيقول اكتب الكسور الاعتيادية التالية في صورة كسور عشرية، وحدد ما إذا كان هذا الكسر منتهيا أم دوريا. ألف 1 على 5، طبعا هنا الخمسة أقدر أخليها من قوى العدد 10، يعني أقدر أضربها في 2، يبقى هضرب المقام في 2 وأضرب البسط في 2. 1 ضرب 2 2، و5 ضرب 2 10، يبقى 2 على 10 في صورة عشرية بكتبها 2 جزء من 10 بهذه الصورة، وده كسر عشري منتهي. ب 13 على 25، اتفقنا لما الاقي المقام 25 اضربه في كام؟ اضربه في 4. 25 ضرب 4 يعطيني 100، و13 هضربها في 4 هتعطيني 52. يبقى اذا 13 على 25 بتساوي 52 على 100 في صورة عشرية، تبقى 52 جزء من 100. ايوه هنزل 52 واحط الفاصلة بعد رقمين تمام، على حسب. لاحظ معايا ال 100 هنا فيها صفرين عشان كده حطيت الفاصلة بعد رقمين تمام. طيب جيم 2 على 3 عايز احولها لصورة كسر عشري، يبقى هقسم 2 على 3 لان ما اقدرش اخلي ال 3 من قوى العدد 10. في الحالة دي هقسم 2 على مين؟ على ال 3 بالقسمة المطولة. 2 تقسيم 3، 2 أصغر من 3 هحط فوق صفر تمام، وقدام 2 هحط فاصلة عشرية وأصعدها فوق في الناتج، وبعدين أزود صفر على يمين الفاصلة، فهيبقى معايا هنا 20، هعتبر كأن الفاصلة هنا مش موجودة، هقرأ ده 20، هقول 20 تقسيم 3، طبعا مفيش 20 في جدول من نواتج جدول 3، فهنزل هلاقي 18 تقسيم 3 فيها 6، فهنزل فوق 6، هضرب 6 في 3 ب 18، هنقص 20 ناقص 18 هيعطيني 2، هبدأ أنزل صفر. 20 تقسيم 3 طبعا نفس الفكرة، العشرين كم 3 فيها؟ هقول له فيها 6، 6 في 3 ب 18 وتبقى معايا 2. لاحظوا معايا في نمط بيتكرر كل مرة، اهو يطلع معايا كام؟ 2، وبعدين ازود صفر تبقى 20، نفس اللي فوق نفس الفكرة، هيبقى معايا لما اقسم يبقى فيها 6، 6 في 3 ب 18 واطرح يعطيني ايه؟ هيعطيني ايضا 2، هزود صفر واقسم يطلع 6 وهكذا. يبقى هنا الناتج هيبقى كام؟ هيبقى 6 من 10 دوري. ليه؟ لان الستة هنا هتقعد تتكرر معاك، الكسر العشري هنا غير منتهي واخد نمط معين ان الستة بتتكرر، يبقى في الحالة دي بنقول عليه ك
كأس العشر ايه؟ دوري. وبكتبه ازاي؟ بكتب 6 من 10، تمام، واحط فوقها خط من فوق، فوق الستة اكتب خط كده، فتقرأ 6 من 10 دوري. تدرب 3 صفحة 28، بيقول لي ضع في الصورة الاعتيادية في أبسط صورة 3 أجزاء من 10. عشان أضع 3 أجزاء من 10 في الصورة الاعتيادية هكتب شردة كسر، وهضع في المقام 10 وضع 3 في البسط، تبقى 3 على 10. ب 27 جزء من 100، يبقى هكتب 100 في المقام واكتب فوق في البسط 27، تبقى 27 على 100. ودي أبسط إيه؟ أبسط صورة، لأن مفيش اختصار بين البسط والمقام. أكبر عامل مشترك بين البسط والمقام هو الواحد. جيم 151، طب 151 جزء من إيه؟ من 1000، يبقى هكتب 151 فوق واكتب تحت 1000. دال 6 أجزاء من 10، أحط شرطة كسر واكتب المقام 10 واكتب فوق 6، يبقى 6 على 10. طب 6 على 10 هل في أبسط صورة؟ لا، ليست في أبسط صورة. ليه؟ لأن العامل المشترك الأكبر بين 6 والـ10 هو الـ2، هقسم البسط على الـ2 وأقسم المقام على الـ2. 6 تقسيم 2 فيها الـ3، 10 تقسيم 2 فيها الـ5، يبقى إذن تصبح 3 على 5. ها 36 جزء من 100، يبقى أحط شرطة كسر وأكتب 36 فوق وأكتب في المقام كام؟ 100. 36 على 100 طبعا ليست في أبسط صورة، هقسم البسط والمقام على الـ4، طبعا 36 على 4 فيها الـ9، و100 على 4 فيها الـ25، يبقى 9 على 25. واو 105 جزء من 1000، أقول جزء من 1000 ليه؟ لأن الفاصلة بعد 3 أرقام، يبقى 105 على 1000. والمية وخمسة على 1000 هبدأ أبسطها. لاحظ معايا الآحاد هنا 5، وهنا الآحاد بتاع الـ1000 هو 0، والعدد يقبل القسمة على 5 إذا كان أحاده 0 أو 5، هقسم البسط على 5 وأقسم المقام على 5 الأول. طيب هنا الواحد أقل من 5، هاخد 10، 10 تقسيم 5 فيها الـ2، و5 تقسيم 5 فيها الـ1، يبقى أصبحت 21 فوق. نيجي للـ1000 أقسمها على 5، 10 على 5 فيها الـ2، و0 على 5 فيها الصفر، و0 على 5 فيها الصفر، يبقى 200، يبقى أصبحت 21 على 200. تدرب 4 صفحة 28، يستخدم العامل مجموعة مكاييل في محلات العصير تتسع لربع كوب وثلث كوب واثنين على خمسة كوب، حول هذه الساعات إلى كسور عشرية. أول شيء يا شباب الربع هحولها إزاي إلى كسر عشري؟ طبعا عارفين إحنا الأربعة لو ضربناها في 25 بيعطيني 100، فأنا هقدر أخلي الأربعة ديت من قوة 100 إزاي؟ أضربها في 25. طب ضربت الأربعة في 25 يبقى أضرب الواحد في 25، 1 ضرب 25 25، و4 ضرب 25 100، 25 على 100، يبقى هنزل 25 وأحط الفاصلة بعد رقمين. لاحظ 100 هنا صفرين فيها أهو، فأحط الفاصلة بعد رقمين عشان ما تنساش. تقرأ 25 جزء من 100. الثلث 3 طبعا صعب إن أخليها من قوى العدد إيه؟ 10. طب ايه الحل؟ ان هقسم الواحد على الثلاثة، يبقى هقسم الواحد على الثلاثة هيعطيني 3 من 10 دوري. ازاي؟ لاحظوا معايا الواحد لما اقسمه على الثلاثة الواحد اصغر من الثلاثة، يبقى هضع فوق صفر، تمام. طب انا عايز اكمل القسمة، يبقى احط فاصلة عشرية، تمام، وانزلها في الناتج فوق وبعدين ازود صفر، يعني مهما زودت اصفار على يمين الفاصلة العشرية العدد ما اتغيرش هنا، تمام. هبدأ القسمة بتاعتي، لما اجي اقسم هعتبر كان الفاصله اللي هنا دي كانها مش موجوده، يعني اعتبر دي 10، او ال 10 تقسيم 3، ال 10 كم 3 فيها؟ فيها 3، يبقى احط فوق في الناتج 3 واضرب 3 في 3 يعطيني 9، واطرح يعطيني 10 ناقص 9 1. طيب هنا هبدا اقسم مره ثانيه، فهزود صفر هتبقى 10، 10 تقسيم 3 فيها 3، تمام، 3 في 3 ب 9، تمام، هبدا اطرح، تمام، هبدأ 10 ناقص 9 يعطيني 1، وهكذا هلاقي هنا القسمة غير منتهية. وفي نمط بيتكرر معايا في ناتج القسمة، ايه هو؟ ان التلاتة عندي هنا بتتكرر فوق، تمام، في الناتج، يبقى دي بقول عليها كسر عشري دوري. بكتبه ازاي؟ زي ما قلنا هكتب 3 جزء من 10 دوري بهذه الصورة.
فخلينا نحفظها. الثلث الواحد على الثلاثة هي 3 جزء من 10 دوري. اتنين على الخمسة، الخمسة لو ضربتها في 2 هخليها من قوة 10 يعني هتبقى 10، فهضرب الخمسة في 2 واضرب الاتنين في 2، 2 ضرب 2 4، 5 ضرب 2 10، 4 على 10 يبقى 4 أجزاء من 10. هنزل الأربعة وأحط الفاصلة بعد رقم، يبقى هتبقى 4 أجزاء من 10. تذكر معايا إن النص 5 أجزاء من 10. الكسور دي مشهوره معايا لانها هتيجي ممكن تجيك في الموضوعي في يعني في الصح والخطا او الاختياري، فلما تكون حافظهم مباشره تقدر تحل بسرعه. النص 5 أجزاء من 10، الربع 25 جزء من 100، الثلاث ارباع 75 جزء من 100، الخمس 2 جزء من 10، الثمن 125 جزء من 1000، الثلاث اثمان 375 جزء من 1000، التلت زي ما قلنا الثلث من شوية هي 3 أجزاء من 10 دوري، الثلثان عبارة عن 6 أجزاء من 10 دوري. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.